إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأنا أرجو لي أخت رندا أن تسمحي لي أن أوجه رسالة لأولئك الشباب الذي خرج من السجون أو الذي يسمى بالبلطجية، وأقول لهم يا شبابنا اتقوا الله عز وجل، حتى ولو خلت الشوارع من رجال الأمن، حتى ولو خلت الشوارع من الدبابات ومن المدرعات للقوات المسلحة، أقول لكم راقبوا الله تبارك وتعالى. أنتم تروعون الآن أمن من؟ إنهم آباؤكم، أمهاتكم، إخوانكم، أخواتكم، أولادكم. اتقوا الله عز وجل. فأنا أعلم أن شباب مصر حتى وإن كان على المعصية، حتى وإن كان مقصرا، إذا ما ذكر بالله تذكر، وإذا ما ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تأثر. الله تبارك وتعالى يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الله جل وعلا ليصلح عمل المفسدين. ما تفعلونه من نهب وسرق للممتلكات العامة والخاصة إنما هو إفساد في الأرض وعاقبته وخيمة. الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تعالجوا الظلم بظلم أكبر، ولا تعالجوا الفساد بفساد أكبر. هذه الممتلكات ليست ملكا لأحد بعينه، إنما هي مقدرات الشعب، وإنما هي ممتلكات الشعب. فحرام على كل شاب مسلم وعلى كل رجل مسلم أن يسرق جنيها واحدا من بنك في الشارع أو من آلة صرف في الشارع. لا يجوز أبدا لمسلم أن يتعدى على هذه الأموال العامة، فهي أموال محرمة، ولا يجوز له أن يتعدى على ممتلكات خاصة حتى لبعض الأفراد، سواء كانت محلات عامة أو محلات خاصة. فهذا مال حرام، والحرام لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. يا شباب مصر، إنها بلدنا، إنها بلدنا، بلدنا في قلبنا. لا تسمح لأي أحد أن يشوه هذه الصورة المشرقة لمصر ولشباب مصر. فمصر هي بلد الدين، بلد الأزهر، بلد الحضارة، بلد العلم، بلد العلماء، بلد الأخلاق. وما نراه الآن، لقد قابلتني سيدة فاضلة الآن وأنا في طريقي إلى العربية، وأنا أسعى من يومين للظهور للحديث لشبابنا، لكن بكل أسف حرمنا في قناة الرحمة من البث المباشر، وحرمنا حتى من الإنترنت. قابلتني السيدة الفاضلة أن تقول أنا جئت اليوم وأنا أحمل الطعام وأحمل الماء وأحمل العصير وأحمل الفاكهة، وأريد أن أوصل هذا من مالي لشبابنا الطاهر الأبي الذي وقف ليعبر عن رأيه بطريقة سلمية بطريقة معبرة. وسعيد غاية السعادة بأنني أرى أن رجال الأزهر من الواجب على العلماء بالفعل أن يكونوا مع شبابنا وأن يكونوا مع أولادنا وأن يذكروهم بالله تعالى ثم بالحكمة بالهدوء وبعدم ترويع الآمنين وبعدم سفك الدماء. وأحرم على أي مسؤول سواء كان في الشرطة أو في الجيش أن يطلق رصاصة حية على قلب شاب من شبابنا الأعزل الذي ما خرج إلا للمطالبة بحقوقه العادلة المشروعة. واسمح لي أن أحيي الجيش أيضا على موقفه البطل وموقفه الرائد في تلاحمه الجميل الكريم مع شبابنا وأولادنا وآبائنا في الشارع. أحييه وأقول كونوا كما كان ظن الشعب بكم دائما وأبدا، كونوا درعا واقيا حاميا لهذا البلد ولهذا الشباب المبارك الذي ما خرج إلا ليطالب بحقوقه المشروعة. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يعصمها من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن ينجيها من كل بلاء ومن كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ووجه رسالة أخيرة لأهلي من آبائنا وأمهاتنا، لا تخافوا ولا تقلقوا ولا تحزنوا ولا تفزعوا، كونوا مثالا آخر. أريد أن يثبت أخواتنا الفضليات أطفالهم، أريد أن يثبت أطفالهن، أريد أن يثبت آباؤنا أطفالهم، أريد أن نكون بفضل الله تبارك وتعالى صدا وسدا منيعا لنثبت للدنيا كلها أنه لا يخوفنا شيء، وإنما خرجنا بصدورنا العارية وبأيدينا العارية من كل سلاح وبقلوبنا الخالية من كل سلاح إلا من سلاح التقوى وسلاح الإيمان وسلاح الثقة في الله جل وعلا، أن الله لن يضيع مصر ولن يخذل هذا الشباب الطاهر الأبي الزكي الذي خرج ليبين للعالم كله أنه ما خرج إلا ليطالب بحقه العادل المشروع.